اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. يمكن الموضوع اللي جاي اللي احنا هنتكلم فيه في الفقره دي يهم الناس كلها الحقيقه، ويمكن الضغط المجتمعي فيه هو اكبر من اي حاجه تانية. احنا في كل خروجه بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن هناكل ايه، وفي نفس الوقت بنتكلم عن الدايت اللي احنا عايزين نعمله والوزن اللي عايزين نخسه. ويمكن نجوم كتير شفناهم بوزن قليل، وابتدت الناس تشوف هم عملوا دايت، لا هم اجروا عمليات جراحيه علشان يخسوا، فبتبتدي الناس تفكر في ده طبعا، لانه بالنسبه لهم مش عارفه ازاي يعني، لكن الجراحه في الوقت ده بتبقى كتير اسهل على الناس مع حلم الرشاقه وانه جسمي يبقى مظبوط طول الوقت. ده الاسرع كمان انه يوصلني للجسم ده، خصوصا وانه بقت العمليات دي شويه ممكن تتعمل كمان يعني بالتقسيط، فالناس بقت بتستسهل الموضوع اكتر. لكن الحقيقه السؤال ان احنا النهارده بنطرحه على ضيوفنا الكرام: مين اللي مؤهل انه يعمل عمليه علشان يخس، ومين اللي يقدر يدخل يجري هذه الجراحه وتبقى تناسبه؟ لانه السمنه المفرطه في النهايه ده مرض ليه مضاعفات صحيه كتيره جدا على الناس، فبالتاكيد في ناس بتكون يعني هي لازم تدخل العمليه دي ولازم تفقد هذا الوزن علشان ما تتعرضش لكل المخاطر الصحية التانية اللي بتعملها السمنة. لكن برضو الناس بقت بتشوف، وده شفناه لكذا حد من المشاهير، انه يحصل مضاعفات توصل للوفاة بسبب هذه العمليات. فمهم جدا ان احنا نعرف مين مسموح لي انه يجري هذه العملية، مين مش مسموح له انه يجري هذه العملية، ايه مضاعفاتها. هنتكلم مع حضراتكم باستفاضة، كمان هنسأل عن حقن التخسيس اللي يمكن بقت منتشرة بشكل كبير والناس بتستخدمها وبتستسهل، وهل هي بديل آمن للجراحة ولا لأ، مع ضيوفنا النهاردة اللي أنا بتشرف أنهم موجودين معانا في الاستوديو: دكتور فهيم بسيوني أستاذ الجراحة العامة بطب القصر العيني، والأستاذ الدكتور محمد البنا أستاذ الجراحة العامة بطب جامعة الأزهر واستشاري جراحة السمنة والمناظير، وأيضا دكتور هاني جبران استشاري السمنة والنحافة. أهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. هاني اهلا بحضرتك يا دكتور، نورنا. وموضوع مهم الحقيقه، مساله الحلم الخساسين اللي بقى موجود عند الناس كلها، حتى ولو كان ما عندهمش سمنه مفرطه، لكن مين مؤهل انه يجري جراحه لتكميم او غيره؟ لانه اعتقد دلوقتي التكميم وتحويل المسار دول اللي موجودين، ما بقاش فيه موجود الرنج والحاجات اللي كنا بنشوفها زمان. ابدا مع حضرتك يا دكتور فهيم، اتفضل رايك في مساله العمليات، مين المريض المؤهل انه النهارده ياخد قرار العمليه؟ هو طبعا التاهيل ده بيبقى يعني بيشمل المريض والطبيب والمكان والعمليه اللي تتعمل. المريض احنا طبعا لو حضرتك يعني سمعتي انه منظمه الصحه العالمية بتقول انه بحلول العام 2035 اكتر من نص يعني العالم هيبقى يعاني من زيادة الوزن والسمنة. السمنة مسؤولة عن يعني نسبة كبيرة من الوفيات اللي بتحصل في العالم عن طريق الامراض، زي مثلا امراض القلب، مضاعفاتها بقى يعني ودي مضاعفات يعني السمنة نفسها مرض، ومضاعفاتها بقى القاتله اللي هم بيسموهم نون كوميونيكابل ديزيز، اللي هو مش الحاجه امراض غير معديه يعني، زي السكر، زي الامراض الجلطات، زي القلب، يعني الامراض دي. فبالتالي احنا بتبقى العمليه هنا عمليه علاجيه. حضرتك قلتي فنانين، وانا الحقيقه حكايه الفنانين دي يعني اي حد يعني بيشتغل مظبوط مش هيعمل، بمعنى انه الفنانه اللي زياده 10 كيلو دي مش منطقي انها تروح تعمل عمليه، لانه اي عمليه من دول لها مخاطر ولها يعني ما هيش عمليه تجميل يعني، لازم ده مش فنانين بس يا دكتور هنا، علشان وناس عادية. الناس عاديه دلوقتي بتتكلم في 10 و15 كيلو وتروح تعمل تجميل. أيوة مش بس كده، السن ده كمان بيجوا في سن صغير، وده الاخطر، ان هو بيجي ساعات بعض الدكاتره، مش كلهم بس في بعض الدكاتره بتبقى غير مهنيه، بتيجي تقول ان لو سن واحد اقل من 18 سنه يعمل له العمليه. لا والاكبر السن غلط. بص معلش، السن في كلام. لا في معايير، في معايير عالميه، احنا هنا بيحكمنا في النهاية معايير عالمية، يعني مش أنا أختار بمزاجي أو العيان يختار بمزاجه. الأطفال بقى دلوقتي فيه يعني إمكانية إن أنا أعمل العملية دي للأطفال
في احوال معينه وليهم دكتور فهيم. انتقل لدكتور عبده، منورنا يا دكتور. وعايزين نتكلم عن المعايير اللي تناسب اللي داخل يعمل العمليه، المعايير اللي انتم بتبقوا شايفينها في المريض ده هنا يناسب عمليه التكميم. في معايير طبيه اللي هي مؤشر كتله الجسم، وفي معايير اخرى. المعايير اللي هي مؤشر كتله الجسم معروفه لكل الاطباء، لكن احنا بنقول سبب بعض فشل او العمليات انه انا ما بختارش العمليه المناسبه للمريض بالنسبه لسنه، بالنسبه لحالته، بالنسبه للمضاعفات اللي عنده، الجراح مش كفء، المكان غير مجهز. هي دي الاسباب اللي ممكن تخلي لي العمليه غير ناجحه. يعني يا دكتور افهم من كده، لو العيان اللي جاي ده محتاج تكميم وانا عملت له تحويل مسار، ده هنا يعمل مضاعفات او العكس؟ هنا برضو في كلام كتير. طبعا التكميم عمليه سهله، مشاكلها الى حد ما زي مشاكل بقيه العمليات تكنيكال، يعني زي التسريب والحاجات دي، الا انه هي فيها عيب وحيد بس اللي هو نقص الحديد، نقص الكالسيوم، لان دي وظيفه المعده. لكن مضاعفاتها اقل من غيرها، الا انه عيب التكميم انه بينجح بنسبه 43 45% وفي اوزان لا يصلح فيها التكميم. بمعنى انه لو عيان عندي 160 180 كيلو وعملت له تكميم، 5 سنين هيرجع. وحضرتك طبعا سمعت ان في ناس رجعت كتير بعد التكميم. لكن هي عمليه سهله للجراحين، سهل على العيان، يعني على صناعة عملية يوم واحد، لكن ما هياش العملية الأيديال أو اللي هي الأساسية. بس اسمها عملية برضو يا دكتور. طيب ننتقل لدكتور هاني، وهنا احنا الجهة المقابلة بقى. دكتور هاني لا، مش جهة مقابلة، بالعكس احنا كلنا دكاترة، احنا الأهم حاجة احنا كلنا كدكاترة، احنا كلنا هدفنا حاجة واحدة بس، العيان. احنا ما فيش حاجة اسمها واحد ضد واحد ولا حاجة، احنا بالعكس احنا يهمنا مصلحة العيان والعيان ايه هو المفيد له. انا حاجة في الناحية التانية بقى، انا بقى اللي هقول ايه، مش بتستسهل العمليات، لا خالص. شايف انه دايت ونعمل مجهود؟ لا مش كده، بس انا هقول لحضرتك حاجة. ان اولا اي حد يقول لك انا عايز اعمل عمليه علشان انا زهقت من الدايت، دي نمره غلط، ما ينفعش الكلام ده. لا، انا ما هي عمليه مرهقه برضو يا دكتور. لو انا مثلا بيجي لك اكيد في العياده عيانين تقول لك انا بقي لي 4 سنين بعمل دايت وبخس وارجع وبخس، يبقى بيعمل الدايت غلط. لازم قبل ما نقول اي دايت، حتى لو هنعمل جراحه، لازم نتاكد كويس جدا ان مفيش اي مشكله مرضيه موجوده عند العيان. يعني لو كان عنده مشكله في الغده الدرقيه اساسا، مهما عمل عمليات يبقى احنا كده ما بنعملش حاجه، كده بنعمل حاجه غلط. لو كان عنده نقص فيتامين د برضه يبقى دي عندي مشكله. لو كانت المشكله في النقطه الاولانيه اجراء الفحوصات، ده لازم. انا ما بخسش ليه بقى؟ نعرف ايه بالظبط كده. وقبل ما اقول عمليه، وقبل ما اقول يا رب نعمل عمليه، لا، مش عشان انا مش عايز، انا عايز اكل لنفسي فيه، او انا زهقت من كتر الدايت، انا بروح عند دكاتره كتير. ما تعملش العمليه الا لما تجرب 6 شهور متواصله مع دكتور متخصص. ونرجع تاني للكلمه دي تاني، دكتور متخصص، مش اي حد، علشان نقدر نعرف المشكله فين ونحلها. لو عرفنا المشكله هنحلها، هيخس من غير عمليه. ممكن ممكن من غير عمليات، لان العمليه مهما كانت، حتى لو عمليه زي ما الدكتور قال لنا ان هي دي سهله، لكن عمليه لها مخاطر. مخاطرها ايه؟ ممكن ان هي يحصل وفاه. ايوه، العمليات اللي بيعملها الفنانين والكلام ده كله، منهم حصل لهم، عاشوا طبعا الحمد لله، بس في منهم ماتوا، في منهم ماتوا. لكن هل نسبه الوفاه في عمليات التكميم او غيره دكتور؟ بصي حضرتك، اكتر او اقل يعني، ولا هي دي نسبه طبيعيه من المضاعفات اللي ممكن تحصل في اي عمليه؟ بصي حضرتك، هو الموضوع ان في يعني فنانين ماتوا من تكميم ما حصلش. هي اللي ماتت الله يرحمها سعاد نصر، ودي كانت بتعمل عمليه تجميل، وكان الموضوع له علاقه بالتخدير. اعتقد بالتخدير ملوش علاقه. هو الحقيقه نسبه الوفيات، اصل احنا بنسمع الوفيات، لا، نسبه الوفيات في عمليات السمنه اقل من يعني بقيه العمليات، تعادل تقريبا المراره. احنا ما بنتكلمش ليه في المرارات؟ ليه؟ لانه ما عندناش حل اخر في المراره. بس اسمها عمليه، يعني لها مضاعفات، ان هو هيموت. ما هو يعني انا هو بس اسمها الكتف، يعني ايه؟ انا داخل اوضه العمليات بمزاجي، مش داخل مراره عشان انا تعبان. مش كل الناس، في ناس لا، انت تعبان، انت تعبان، بمعنى انه السمنه مرض وله نسبه وفيات اعلى من نسبه وفيات العمليات. ولو لم تكن كده،
العمليات دي ما تبقاش في محلها. حلو، يبقى نبتدي النظام الدايت الاول ونجرب. دكتور هاني ندي فرصه. ايوه حاجه مع كلام الدكتور فهيم. امريكا سنه 2010 وجدت ان هي بتصرف على السكر والضغط والمفاصل والقلب اكتر من اي حاجه، مضاعفات. مظبوط، دي مضاعفات السمنه. المضاعفات 120 مليار دولار. وجدت ان هي لو دخلت عمليات السمنه في الانشورنس هتتكلف 27 مليار. بقوا يسمحوا في انجلترا وفي امريكا بعمليتين، وبقول عمليتين ليه برضو؟ لانه ممكن عمليه التكميم زي ما قلنا ممكن ترجع. هرجع تاني لكلمه الرجيم اللي حضرتك بتتكلم عليها. ايوه، احنا لازم نعرف انه في نوع من الجينيتكس. ما اقدرش انه انا طفل مثلا عنده رجل مقوسه ووزنه 110 كيلو، هو وزنه هو 12 سنه، اجي اقول له اعمل رجيم 60 سنه واجبره على الرياضه. يمكن شفنا حادثه شهيره من مفيش رياضه. لا هو اولا هنقول كده، كان بيجبر ابنه على المشي على مش هيقدر يعمل رياضه. القصه انا عايز اتوقف يا دكتور عبده، معلش، مش هيقدر يعمل حلويات. والقصه قصه السمنه، عايز اتوقف عن موضوع السمنه عند الاطفال دي، انا هتكلم عليها لوحدي. لا بصي حضرتك، الحقيقه ان السمنه مش واحد بياكل كتير، يعني تبسيط وتسطيح مشكله السمنه ان واحد بياكل كتير هم نقول له ما تاكلش. القصه لا، قصه فيها جزء جيني، فيها جزء هرموني، فيها جزء نفسي، فيها جزء مجتمعي، فيها ظروف، فيها الف سبب. وعلشان كده موضوع ان احنا الدايت، يعني دكتور الدايت ودكتور الجراحه وده مقابل ده مش صحيح. يعني النظره انه العيان ده يا بتاعي يا بتاعك، ده نظره خاطئه. العيان ده بتاعي وبتاعك، بمعنى انه زي ما قال الدكتور هاني، الاصل انه العيان ده يعالج من غير بدايت ورياضه. وده اللي بنقوله، اللي ما ينفعش يبقى هنا لما يبقى محقق سبع شروط نقول عليه ده بتاع جراحه. وطبعا الشروط دي اتحركت شويه في اخر سنتين يعني. طيب عمل جراحه، ان في شروط ممكن نغض البصر عنها يعني؟ لا لا لا، العالم بيتفق على 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 معايير، يعني هيئات عالميه هي اللي بتحط المعايير، مش انا اللي بحطها. ايه هي الشروط دي يا دكتور؟ سبع حاجات. اول حاجه السن، والسن دول بحبحوا شويه. يعني كان الاول من 18 ل 65، دلوقتي قالوا لا، اللي تحت بشروط ممكن نعمله. يعني في اطفال ممكن يعملوا عمليات، في اطفال بيجي لهم سكر، في اطفال بيجي لهم ضغط. حضرتك دكتور عبده اجريت عمليات للاطفال؟ طبعا كلنا اجرينا، كلنا اجرينا، بس دي حالات محدوده، مش مع كل واحد طفل عنده تخين عمر ودخله. ما اقولش اللي تحت ال 18 زيرو، تحت 18 بشروط اعمله، وكذلك اللي فوق 65 برضه بشروط اعملها. ده السن نمره واحد. نمره اثنين الوزن. كان الاول بنقول سمنه كلاس، يعني واحد اثنين ثلاثه، او يعني كلاس اللي هو فئه واحد واثنين وثلاثه. كنا بنقول نمره ثلاثه او نمره اثنين لو معاهم مشاكل. دلوقتي نزلوا القصه نزلوها خمسه، يعني نمره ثلاثه ما يبقاش عنده سبب من اسباب السمنه، غده او مشاكل كده. نمره اربعه انه ما يبقاش عنده مشكله نفسيه. نمره خمسه انه السمنه دي تبقى ليها مده، مش حاصله له مثلا من 3 اشهر 4 اشهر. نمره 6 انه ما يبقاش مدمن لحاجه، ما يبقاش فيه مشكله. نمره 7 انه لازم يبقى متفهم ان دي جراحه وان لها متطلبات بعد كده، وان ليها مشاكل ومش نهايه الدايت محتمله. طبعا ودي بقى اللي انا عايز، خدنا بقى العمليه، انا عملت العمليه، انا شغلتي اعمل عمليه وبس. بعد كده دكتور الدايت ده هو اللي يستلمه، مش دكتور الدايت بس، ده منظومة متكاملة فيها دكتور الدايت وفيها دكتور نفسي طبعا، وفيها بتاع العلاج الطبيعي، وفيها إذا كان عنده مشكلة بقى في العظم، إذا كان عنده مشكلة في القلب، إذا كان عنده مشكلة في الرئة. فإحنا بنسميها مالتي ديسيبلينري، يعني فريق متكامل يمشي العيان. ولازم العيان يبقى فاهم إن العملية مش هي يعني النهاية، مش هي العلاج، وده هي جزء من العلاج. ودي الغلطة، ولازم يبقى في منظومة متكاملة. إذا ما عملناش ده هنقول بقى اصل التكميم بترجع، التكميم بترجع لانه العيان ما بيخشش في منظومه متكامله. ليس لان عشان التكميم حاجه وحشه، التكميم كويسه وبتدي نتائج كويسه. طب ما هو التحويل فيه ناس بترجع منها برضه. يعني الفكره انه لازم يبقى العيان فاهم انه منظومه متكامله، هي مش الحل السحري يعني يا دكتور فهيم. بالظبط كده. طيب عايز اروح لدكتور عبده، حضرتك كنت بتقول اجريت عمليات تكميم لاطفال او تحويل مسار لاطفال. تحويل مسار. طب الوضع بيبقى عامل ازاي لما يخص الموضوع طفل؟ لانه الكبار لا، الموضوع محتاج زي ما كنا بنتكلم كده منظومه صحيه متكامله. مع الاطفال الوضع بيكون عامل ازاي؟ وهل بيبقوا مدركين التعليمات؟
اولا احنا ما اجريناش العمليات التقليديه للاطفال، والكلام ده منشوف في مجلات دوليه. احنا بنجري عمليه جديده، هو المشكله ان العمليه عندنا يا اما تكميم يا اما تحويل، والتحويل سيء السمعه من ناحيه التغذيه، وحضرتك تشارك كده، لانه التغيير في الجهاز الهضمي بيأثر على الهضم والامتصاص، وده كونسبت او يعني اساس عند كل الناس في العالم، انه احنا سوء هضم وسوء امتصاص. طب انا عايز ايه من العيان؟ فاحنا ابتدينا عمليه سنه 99 ان جمعنا الهضم والامتصاص في مكان واحد، وبعد 14 سنه ان احنا العيانين دول ما بياخدوش تعويضات ولا فيتامينز ولا كده، اجريناها في اطفال، وادينا عليها محاضره بره في كاليفورنيا، لانه دي كانت اول عمليه لطفله. والسبب عشان نقول برضو مين الاطفال اللي نعمل لهم. ليه عملتها؟ ما انا جاي لحضرتك. اولا كان في مشكله في المفصل بتاع الحوض، لو في عنده تقوس في رجليه، لو بينام وهو قاعد سواء في المدرسه او كده، لو مش مشترك مع زمايله في الالعاب، يعني انسان يعتبر مدمر نفسيا، فهو ده اللي بيجي لنا كمضاعفات. يعني لما يجي لي عيان عنده 11 سنه ووزنه 110 كيلو، هل ده يترك؟ هل ده يمشي بدايت؟ ما اقدرش يمشي بدايت. اكمل لحضرتك. ما اقدرش امنع طفل من انه ياكل حلويات. ليه لا؟ ده استحاله، دي استحاله. فالحاجه الثانيه، احنا بنتكلم على جينات بتصل من 151 ل 226 جين بيأثروا على الشهيه، وفي اجسام بتبني واجسام بتحرق. هذا الطفل معذور لانه السمنه بتاعته بدات من جوه الرحم، من الجينات اللي خدها سواء من امه او قرايبها او من باباه او قرايبه، وبعد كده تكونت خلايا الدهون في فتره الطفوله، واخده بال حضرتك، لدرجه انه لو الطفل 6 سنين وعنده سمنه يبقى 25%، وهو كبير يبقى عنده سمنه. لو هو 12 سنه عنده سمنه يبقى 60% عنده سمنه وهو كبير. الحاجه الاخيره اللي هقولها عشان بس اختم، انه بدايه امراض الضغط العالي والدهون على الكبد بما يتبعها تليف الكبد وامراض القلب والضغط العالي بيبتدوا في الطفوله. وقد نجد شخص 18 سنه ضغطه عالي او عنده السكر، غير بقى طبعا تعب المفاصل وعدم المشاركه والتعب النفسي والحاجات اللي قالها الدكتور فهيم. فلا، الاطفال ليهم عمليه وبنعملها من سنه 2013، لكن عمليه مختلفه عن اللي بيجريها. لا فيش معلش، اي تعويضات ولا فيتامينات. بس معلش، يعني طبعا يعني مع تقدير يعني اللي قاله الدكتور عبده، علشان الناس تبقى بس فاهمه ومدركه، هي دي عمليه دكتور عبده فكر فيها لطيف وظريف وفكره وهو بيقول والله حققت نتائج معايا كويسه، بس دي مش ستاندرد، دي العالم كله ما بيعملهاش. بتيجي في ايده هو، والله الله يعني هو الراجل ونشر وكده، بس يجب ان يكون مفهوما ان العالم لم تعمم. بالظبط. احنا بصي، العمليات في ثلاث انواع من العمليات. عمليات توفاها الله لان ثبت فشلها او ثبت انها مش كويسه، زي مثلا عمليات التدبيس، وزي ودلوقتي الحزام منتهي. وفي عمليات شغاله لسه بتتجرب، مش منهم حتى عمليه الدكتور عبده. الدكتور عبده هو بيعمل عمليه وراجل كتر خيره يعني، لكن العالم لسه يعني ما لقطهاش ولسه ما تجربتش مع ناس كتير. عشان اقول عمليه كويسه تجرب على 10,000 بني ادم وفي الاخر يطلع نتائج وخلاص. وزي عمليه الساسي اللي بيقولوا عليها. يا دكتور حضرتك قلت انه الاطفال تحت 18 سنه في حالات معينه بيتعمل لهم عمليه، حضرتك انا كنت تقصد انه بيتعمل لهم التكميم المتعارف عليه؟ ايوه. طيب حتى التحويل، حتى التحويل العادي ممكن تتعمل، لكن بخوف، لانه الناس دي في طور نمو، والاضطراب اللي ممكن يحصل اللي هو الدكتور عبده بيفكر انه يعمل عمليه يعني ما يحصلش الاضطراب ده، الاضطراب ده وارد، وبالتالي ده ممكن ياثر على النمو. لكن يعني بعض الناس ممكن تعمل تحويل، لكن مش مستحب تحت معايير معينه. في اطراف العمر الصغير قوي والكبير قوي يفضل ان احنا نعمل التكميم، بس برضه في ضمن المنظومه المتكامله. المعايير وفق المعايير. هنكمل مع حضراتكم حديثنا عن جراحات السمنه وايضا الدايت وكل ما يخص هذا، لكن بعد الفاصل.
عودة لضيوفنا وأساتذتنا الأجلاء دكتور فهيم بسيوني وأستاذ الدكتور عبدو البنا وأيضا دكتور هاني جبران. ويمكن يا دكتور عايز أرجع لحضرتك هنا. طيب الدكاترة كانوا بيتكلموا عن أنه في حالات الجينات بتكون فيها عائق على أنه العين ده يخس. في دايت يقدر أنه هو يتحرك في حتة الجينز دي ويقدر أنه يحقق نتائج والوزن يقل، ولا في عيان حضرتك بتوصل معاه لنقطة أنه لا أنت عيان تكميم أو أنت عيان تحويل مسار وتحوله؟ كويس. حكاية العيان يبقى عنده الجين هو ده اللي كده، ده نسبته قليلة قوي، فدي هنستبعدها. مش كل واحد يقول لي عشان أنا عيلتي كلها تخينة يبقى أنا عندي الجين بتاع التخن بقى وخلصت. لا، أنتوا بتشوفوا أنتوا بتاكلوا إيه، هتلاقي نفسكم كلكم تخان عشان نسبة الأكل أو الأسلوب الحياة اللي أنتوا ماشيين عليه بيبقى غلط. هل اللي انا مع احترامي لكل الدكاتره، هل انا مشجع ان انا اي واحد تخين او واحد سواء عنده زياده في الوزن او وزنه عالي اقول له روح اعمل لي التحاليل، انت مالكش نظام غذائي، يلا روح اجري اعمل عمليه؟ هقول لا. هو اصلا دكتور هاني في عيان هو مش هيدخل العمليات، يعني حتى ولو كان هذا الاجراء بالنسبه لناس تاني هو سهل. أيوه. بالنسبه لناس تانية كتير بتخاف منه. مظبوط. لكن في ناس من كتر ما اتعملت وابتدت بعض المشاهير بيروجوا لها بطريقه او بشكل معين او بيقولوا حتى ما بيعملوهاش بس بيبان عليهم، ديت بيخلي بعض الناس يقول لك يلا دي سهله، ده موضوع عبيط، انا زهقت من الرجيم، يلا ابتدي اشتغل لنظام غذائي بلا نظام غذائي بلا بتاع، يلا انا خليني اعمل عمليه. والكلام اللي لسه قايلينه دلوقتي حالا ان بعد العمليه دكتور الجراح خلصت موضوعه، ما هو لازم يعمل نظام غذائي برضه، لان لو ما عملش نظام غذائي هيرجع تاني. وناس كتير قوي تقول لك العمليه باظت، ده العمليه فشت، العمليه ما باظتش، انت اللي بوظتها لانك ما مشيتش نظام صحي متوازن، يعني سواء عملت العمليه او ما عملتش العمليه لازم تعمل نظام غذائي صحي ومتوازن تحت اشراف طبي، وتعمل كل التحاليل الاول قبل ما تخش العمليات. واي دكتور عايز يعمل عمليه تكميم او عمليه تحويل مسار مش هيعملها، وده الاسكس او الاداب العلميه الطبيه ان هو يقول له ابتدي اعمل نظام غذائي صحي لمده 6 شهور الاول، زي ما كنا بنعمل في امريكا، 6 شهور الاول اعمل نظام غذائي، فشلت وعملت كل حاجه ومشيت صح على الاقل لو هنعمل عمليه وانت وزنك عالي هتمشي على نظام غذائي صحي تاني مش هتسيبه، لكن علشان انت ما بتحبش الدايت تقوم تعمل عمليه دي اول غلطه. انت علشان حاسس ان انا تعبت او انا جربت كذا حاجه وعملت اجهزه وعملت ولا شفط مثلا، زي الناس اللي تيجي تقول لك انا هعمل شفط دهون، هيشفط ايه ولا ايه؟ هنقعد 3 ايام نشفط؟ ما هو مش هينفع ابدا، احنا لازم. لكنه اجراء موجود ويحترم وناس كتير بتتجه ليه، اللي هو الشفط الدهون. شفط الدهون وغيره. انا مش موافق، ده مش للتخسيس ابدا، واللي هيقول شفط الدهون للتخسيس مع احترامي لكل الدكاتره يبقى ده كلام مش مظبوط. طبعا طبعا الكلام ده غير صحي وغير علمي. بصي حضرتك، لكن الناس بتلجا له دلوقتي عشان الحفاظ على المظهر. المظهر بعد ما يخس خالص ولو في حته صغيره. ما هو في النهايه خساره الوزن دي متعلقه في ذهن الناس بخساره الوزن. بصي حضرتك، احنا السمنه فيها نوعين، فيها نوع سمنه عامه وسمنه موضعيه، يعني الوزن كويس لكن الحته دي مثلا كبيره شويه، الدريار مش عارف ايه، بطن فيها عدم تناسق. عدم التناسق. فالعمليات الشفط دي عمليات نحت. نحت يعني تجميل. بس مش هيشيل، ما يقدرش يشيل اكتر من 8 كيلو. هنا يا دكتور حضرتك وصلت لنقطة مهمة، انه في عمليات تجميليه، عمليات السمنه ما هياش ضمن هذه العمليات. مش تجميل. ودي نقطه مهمه. احنا بنتعامل مع صحه. وخليني بس اقول حته الجينات دي بصفه عامه، الناس السمان بيبقى عندهم جزء جيني يعني. انما في حاجه اسمها سيندروماتيك اوبيزيتي، يعني بمعنى انه اطفال صغيره كده ليهم اشكال معينه وتركيبه معينه، ودول ندره شديده قليله جدا، ودول العمليات عاده ما بتنفع لهمش. صح كده يعني، حتى لو عمل يبقى غلط. انما بقيه الناس كل السمان الباقيين عندهم جزء جيني استعداد. ده ممكن لو هو في الاول وعمل دايت. وخلي بال حضرتك كمان في فرق بين واحد بيعمل دايت ووزنه 180 كيلو وواحد بيعمل دايت ووزنه مثلا 90 كيلو او 80. يعني ابو 180 ده عشان يعمل دايت كل سنه وحضرتك طيب، يعني مش صعب ابدا جدا. بيجيبوا نتائج لان العلم اتقدم قوي، في ادويه دلوقتي كويسه جدا. خليني اقف عند الادويه بقى يا دكتور هاني والحقن. ايوه بما ان حضرتك قلت نعلق على حاجه. اتفضل يا دكتور. بالنسبه للسندرومز بتاع الجينات دي محدوده جدا. صح زي ما قلت بالظبط. اكمل لحضرتك، احنا كل الامراض دلوقتي بين كفتين،
الانفايرمنت اللي هي البيئه والجينات. زي ما انت حضرتك بتقول البيئه كلها بتاكل، لكن لما الاقي سبعه في عيله واحده عندهم سمنه تمام عشان بياكلوا كتير، يبقى تظبطهم الاكل بتاعهم وتظبط العيله كلها. بس طبعا بس مش هو دايما مش اي واحد جيني هقوم اقول له يلا روح من العمليه، يبقى كده مش هينفع. لا لا لا، هو ما احنا قلنا ان في سبع شروط. طب الكلمه كانت يا دكتور مع دكتور عبده حضرتك، تسمح لي بس اتكلم. اتفضل. فمساله انه ما فيش جينات او جينات سندرومز ومحدوده اللي هي بنسميها يونيجين وبوليجين. اليونيجين ده زي برادر فيلي او الحاجات دي، في ارقام في اسامي معينه ودي نادره. انما لما اجي الاقي عيله فيها سبع افراد عندهم سمنه ما اقدرش اقول انها اكل، دي حاجه. الحاجه الثانيه عندنا كاتابوليك وعندنا انابوليك، يعني جسم بيبني وجسم بيحرق. في ناس بتتولد رفيعه مهما كانت ما بتتخنش، وفي ناس بتاكل قليل وبتتخن. اكمل، فدي جينات. فإذا أنكرنا الجينات لا يمكن. الحاجة الثانية اللي أنا أحب أقولها برضو إنه في عمليات كثيرة اتعملت واتلغت، زي تدبيس المعدة وزي الحلقة. طب ما هنا يا دكتور معلش اسمح لي، الناس العادية هتخاف. يعني لو العمليات دي كانت موجودة من 10 15 سنة واتلغت، يبقى اللي بيتعمل النهاردة فينا ممكن بعد 10 15 سنة نكتشف إنه ما كانش حلو. بس عشان بس الكلمة معايا بعد إذن حضراتكم. فلما نقول ان والله في تغيير، دايما بيبقى التغيير الاحسن. وجدنا تطور عيب، يعني وجدنا عيب في التدبيس فلغيناها، وجدنا عيب في الحلقه لغيناها، وجدنا عيب في كشكشه المعده بتاعت واحد ايراني لغيناها، وجدنا عيب في ساسي كذا. فلما نلاقي مشكله اللي هي بتقابل حضرتك، مشكله النقص في التغذيه اللي بنسميها نقص البروتين الاساسي اللي ممكن ياثر على العضلات وعلى المخ وعلى وعلى، اذا هنا التغيير اللي حصل في الامعاء من العمليه اساسا لم يراعي الهضم والامتصاص. فاذا كنا بنطور فاحنا بنطور للافضل. فلما نوصل لعمليه ان المريض ما ياخدش فيها فيتامينز، ما ياخدش فيها سابلمنت، فده شيء كويس. اذا كانت ما تجربتش على نطاق واسع دي مساله دعايه. اما انه احنا نجرؤ ونعملها في سن 13 سنه وتجيب نتائج ونكمل بعد كده للاطفال اللي هم، لكن ناس كتير ممكن ما ترضاش انها تدخل عمليه زي دي لحد ما تبقى لا بيتجرب عليها يعني فيريفايد. يعني مش كله العمليه مسجله. لا بصي بصي العمليه طيب مسجله. طيب انا هستاذن حضراتكم اساتذتنا، لازم اروح لفاصل ونرجع مستمرين في حديثنا عن السمنه وطرق علاج السمنه وكل العمليات المختلفة لعلاج السمنة المفرطة، وأيضا حدثنا عن النظام الغذائي الصحي اللي المفروض نتبعه سواء يعني عايزين نخس عادي أو حد عامل عملية جراحية. نتكلم مع حضراتكم بالتفصيل مع أساتذتنا لكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين في حديثنا عن جراحات السمنة وكل الناس اللي عايزة تفقد وزن ازاي تعمل ده بطريقة صحية من غير ما يتعرضوا لأي مخاطر. نرجع لدكتور هاني جبران وحضرتك يا دكتور كنت بتتكلم عن الأدوية، وقفنا عند نقطة الأدوية. سيبيني بقى أتكلم بقى علشان إيه أقول فهمه. الناس بتاخد أدوية دي نقطة بقت منتشرة برضو بشكل كبير. مظبوط. ليها مخاطر ومضاعفات زيها زي العمليات. مظبوط، اخطر كمان. الادويه زي ما قلنا اولا زي ما نتكلم مع الدكاتره ان ما نقولش عمليه الا لما نروح نجرب الاول الدايت ونظام صح. طب اجرب ايه؟ اجرب ادويه. طب ادويه ايه؟ خدني بالك ان لو اي واحد جرب دواء من عن طريق النت خطر جدا، واي دواء هياخده من عند الدكتور برضه خطر جدا. لازم ياخده من الصيدلية. صح. وتكون واخدة تصريح. الأدوية في العيادات دي أدوية غير مرخصة خالص، أعتقد يعني. ولا أي حاجة، ولا كمان حركة ولا إيه؟ مسجلة في الصيدلية ولا حاجة مخصوص. خالص. واللي يقول لك ياخد حقنة، الحقنة دي اللي بتخسس، ولا الحقنة اللي فيها بأنواعها المختلفة لا بقى. إلا في بعض الحقن اللي واخدة تصريح من الـ FDA اللي هي منظمة الصحة الأمريكية، اللي هي لها معينة اللي هي بتعالج السكر. ومش كلهم، ونوع واحد بس معين هو اللي ناخده، هو ده اللي مناسب وتحت إشراف طبي. لأن لو عنده أمراض في الغدة الدرقية مش هياخدها، لو عنده مشكلة في الفاميليار ولازم معاها نظام غذائي. كل اللي بتعمله إيه بالظبط؟ إن هي بتسد النفس. طب وبعدين؟ ما أنا هاكل إيه بعد كده؟ هو ده الهدف. فلازم أعمل نظام ودي غذائي. ودي نقطة مهمة جدا يا دكتور هاني، إن في النهاية العمل العملية اللي خد الحقن
كل الناس في الاخر مهم جدا انها توصل لنظام غذائي صحي ملتزم. والنظام الغذائي الملتزم الصحي لازم يكون تحت اشراف طبي بعد ما نلغي كل حاجه. هو الكلام ده كان ده احنا قلناه. بص اقول لحضرتك حاجه بالادويه دي خاصه بالادويه. هو هتفتكري حضرتك احنا بنعمل عمليات ليه؟ علشان الادويه دي فاشله. بمعنى لا يا فندم الادويه مش فاشله يا سيدي. اصبر لان الادويه واخده تصريح من منظمه الصحه الامريكيه. اصبر انا هقول لك انت عمر حضرتك لما تقول لي ادويه فاشله يا باشا انا كده مش مظبوط. انا هكلمك لان في حاجات صحيه ملتزمه يا باشا بيها وبتجيب نتائج. لكن هل هكل يا واحد هقول له يا فندم روح اعمل لي عمليه علشان الادويه فاشله وانا خايف منه؟ من فضلك كده بموت العيان. الناس توصلها يوصلها علم. مش الكلام مش الكلام مش الكلام ده مش علم. اصبر بس من فضلك حضرتك. احنا الطب لم يضع حل ناجز لمشكله السمنه. فابتدع نقول طب نتصرف جراحيا. نعمل العمليه دي جربناها طلع فيها مشاكل اكتر طلع حاجه احسن زي ما قال الدكتور عبده هنعمل احسن. نيجي بقى لحته الادويه دي. في النهايه الاصل انه الادويه دي هتنجح. يبقى ده اللي احنا بنقوله يا سيدي. اصبر بس يبقى ما نخشش نتكلم علم الا لما نجرب كل حاجه. من فضلك نتكلم علم. انا اللي هقول ما دخلش العيان في موت احتمال يموت لكن من غير ما اكون جربت مع الادويه. استناني اتكلم علم طبعا. من فضلك واحنا بنتكلم علم يا فندم. يعني مش نعمل دايت وكلام من ده يعني. لا الدايت مش كلام من ده. الدايت ده جزء من المنظومه. احنا متفقين ان النظام الغذائي متواجد كده. الجراحه هي الاساس. يبقى احنا كده بنموت العيان وبندخلهم في مرحله غلط. محدش قال كده اصبر من فضلك علشان اوصل المعلومه العلميه المظبوطه. حضرتك الادويه دي بتشتغل على ثلاث مناطق. المنطقه الاولى تشتغل على المخ. المخ فيه مركزين، مركز شبع ومركز جوع، فبيحسنوا مركز الشبع بيقللوا مركز الجوع. نمره اثنين بتشتغل على المعده. المعده بيقللوا حركتها تقوم الاساس بيبقى حزم الشبع. نمره ثلاثه بتساعد البنكرياس على السيطره على اذا كان المريض عنده انسولين. الادويه مش السكسين ده بس. دلوقتي في ادويه كتير جدا طالعه وفي حاجات حتى الالومنجرو والحاجات اللي طلعت دي في حاجات طالعه بعديها كتير. كل ده بيطلع بيدي حاجات بتطلع بتدي 10% خسيه. اخر حاجه طلعت بتدي حوالي 25%. فالمريض اللي ال 25% دول هيقضوه هيبقى ده كويس. ما ننساش انه طول ما العيان بياخد هو كويس. اول ما هيبطل يبقى كانه عمل دايت. وده غلطه لان انا مش بسيب العيان. انا مش بدي العيان ياخد الدواء واقول له ياخد الدواء من مزاجه. لان انا مش هيخلي واحده صاحبتها بتاخد دواء تقوم تاخد الحقنه دي واديني الحقنه ديت وخلاص. انا بتحت اشراف طبي لانها هتبعه نظام غذائي صحي لمدى الحياه. لا لو ونس ان هو اتعلم ياكل ازاي وبيلعب رياضه ازاي هزود الكتله العضليه هيتزود معدل حرق. كل المشكله اللي انا عايز ازود معدل يا باشا الحرق. مش سهله كده. ازوده ازاي؟ في قصص نجحت طبعا. مش ما تنسبش للادويه لكن ما اقدرش اقول تنسب لتغيير النظام الغذائي. مش سهله كده. طب كلمه اخيره للدكتور عبده عشان وقتنا انتهى. انا اسفه. اولا الادويه اللي بتشتغل على المخ دي بعضها فيه انفيتامين وده مشاكل ما عارفين. اكمل لو سمحت. بعد كده كل ادويه سواء ساكسندا او زنبك او جارا او كل الادويه دي كلها ادويه سكر. شغل على جي بي ال 1 اللي هو هرمون بيقفل الشهيه وبيقلل حركه المعده زي الدكتور. ايوه بس السكسين ده واخده تصريح من الاف دي ايه. لو سمحت السكسين دي خلاص. طب يا جماعه لو سمحت مش بطلت يا فندم. بطلت حاجات بعديها لا ممكن. الحاجات دي غير مصرح يا دكتور. بس ماشي. لا غير مصرح ازاي؟ يا دكتور ايوه بس مش مصرح بيه للتحسين. باشا للتحسين يعني. هو الحديث مش هينتهي ولا هيروح. الحديث مستمر. انا 20% او 25%. لكن أنا وقت انتهى. عفوا حضرتك عنده سمنة 20 سنة هل هيقعد 50 سنة ياخد ساكسين ده؟ تحت إشراف طبي الصبر. ممكن يخس من غير ما يحصل مشكلة. بوجود فريق طبي متكامل مع المريض من البداية من أهل الخبرة. ودي نقطة مهمة جدا نتوقف عندها. لأي حد بيعاني من السمنة المفرطة لازم يكون عنده فريق طبي متكامل. يعني لما يكون عندي أنا عملت 316 كيلو هل ده ينفع معنا نديله ادويه 50 سنه وهو سنه 18 سنه؟ يعني
انا عملت 316 310 كيلو، مش بتقول هل ينفع معاه ادويه؟ هل هيقعد 50 سنه ياخد ادويه؟ مهم جدا انه العيان يعني ياخد الدكاتره بنتكامل مع بعض الدكتور فهيم والعيان انا عايز اكمل لكن الحقيقه وقتي انتهى. انا بشكر حضراتكم استاذ دكتور عبده البنا استاذ الجراحه العامه بكليه طب الازهر واستشاري جراحات السمنه والمناظير، ايضا استاذ دكتور فهيم بسيوني استشاري الجراحه العامه وجراحه المناظير والسمنه بكليه الطب جامعه القصر العيني، دكتور هاني جبران استشاري السمنه بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور. اهلا بحضراتكم نورتونا والحديث مستمر.